المغامرة المذهلة لذات الرداء الأحمر، خدعة الذئب ولحظة النجاة. في صباح مشرق وجميل في قرية صغيرة محاطة بالغابات الكثيفة والأشجار العالية، كانت ذات الرداء الأحمر تستعد لزيارة جدتها المريضة. وقفت والدتها بجانبها تملأ سلة بأنواع مختلفة من الطعام، قطع من الخبز المحمص الطازج، زجاجة من العسل الذهبي، بعض الفاكهة الطازجة، وقطعة كبيرة من الكعكة التي تحبها الجدة كثيرا. أمي، أعدك أنني سأكون حذرة، قالت ذات الرداء الأحمر محاولة طمأنة والدتها بينما كانت تضع قبعتها الحمراء. والدتها بنظرة مليئة بالحب والقلق أجابت: أعلم يا عزيزتي، لكن الغابة مليئة بالأخطار ولا بد من التذكير. تأكدي من البقاء على الطريق المعبد ولا تنحرفي عنه مهما حدث، ولا تتحدثي إلى الغرباء. الذئاب وغيرها من الحيوانات البرية قد تكون متخفية بين الأشجار. ذات الرداء الأحمر أومأت برأسها مستوعبة كل كلمة. سأتبع الطريق المباشر إلى منزل جدتي، ولن أتوقف أو أتحدث مع أي شخص. سأكون حذرة جدا، أعدك. وبينما كانت تأخذ السلة من والدتها أضافت الأم: إذا واجهت أي مشكلة أو شعرت بالخطر عودي فورا، سلامتك أهم من أي شيء آخر. بقلب ملؤه الشجاعة والإصرار خرجت ذات الرداء الأحمر من المنزل متجهة نحو الغابة. الشمس كانت مرتفعة والطيور تغرد والرياح تداعب أوراق الأشجار بلطف. كانت متحمسة لرؤية جدتها وتقديم الطعام لها، ولكن في قلبها كانت تعلم أن هذه الرحلة ليست مجرد نزهة بسيطة. بكل خطوة على الطريق المعبد كانت تذكر تحذيرات والدتها وتعزم على الحذر الشديد. في ظلال الغابة الكثيفة حيث الأشجار تعانق السماء وأصوات الطبيعة تملأ الأجواء، كانت ذات الرداء الأحمر تخطو بثقة على الطريق المؤدي إلى منزل جدتها. كانت الفتاة تنشد أغنيات بسيطة وتتأمل جمال الغابة مستمتعة برحلتها رغم التحذيرات. فجأة خرج من بين الأشجار ذئب كبير ينظر إليها بعينين متأملتين. اقترب منها بخطى هادئة محاولا إخفاء نواياه الحقيقية بابتسامة ماكرة. مرحبا أيتها الفتاة الصغيرة، إلى أين أنت ذاهبة بهذا الصباح الجميل؟ سأل الذئب بصوته العميق محاولا أن يبدو لطيفا وودودا. ذات الرداء الأحمر ترددت للحظة، تذكرت تحذير والدتها، لكن براءتها ونية حسنة جعلتها تجيب: أنا في طريقي إلى منزل جدتي، هي مريضة وأحمل لها بعض الطعام لتشعر بتحسن. ما أروع ذلك، وأين تسكن جدتك؟ يبدو أن الغابة كبيرة جدا، وقد يكون من الخطير لفتاة صغيرة مثلك أن تسير وحدها هنا، قال الذئب متظاهرا بالقلق. منزل جدتي يقع على الجانب الآخر من الغابة، بجانب المروج الكبيرة وتحت الصخرة العالية. إنه منزل صغير مع باب أزرق. الذئب الذي كان يستمع بانتباه ابتسم ابتسامة خبيثة. ما رأيك إذن في جمع بعض الزهور الجميلة لجدتك؟ بالتأكيد ستسعدها، هناك حقل جميل بالقرب من هنا مليء بالزهور الملونة. ذات الرداء الأحمر فكرت في الأمر للحظة. ربما تكون فكرة جيدة، جدتي ستحب ذلك بالتأكيد. بمجرد أن انحرفت الفتاة عن الطريق لجمع الزهور، استغل الذئب الفرصة وانطلق بأسرع ما يمكن نحو منزل الجدة، مخططا للوصول قبل ذات الرداء الأحمر وتنفيذ خطته الشريرة. بينما كانت ذات الرداء الأحمر منشغلة بجمع الزهور، لم تدرك أن الذئب قد خدعها، مستغلا طيبتها وبراءتها لصالحه. وهكذا دون علمها أصبحت كل من الجدة وهي نفسها في خطر حقيقي. وصل الذئب إلى منزل الجدة بسرعة،
متقدما على ذات الرداء الأحمر التي كانت ما زالت منهمكة في جمع الزهور. وجد الباب مغلقا، لكنه بمكره ودهائه استطاع التسلل إلى الداخل من خلال نافذة مفتوحة قليلا. في الداخل كانت الجدة تستلقي في سريرها مريضة وضعيفة غير قادرة على الدفاع عن نفسها. فور رؤيتها للذئب حاولت الصراخ، لكن كان الذئب أسرع. بحركة سريعة وشرسة التهم الذئب الجدة مخلفا وراءه صمتا مخيفا. بعد ذلك بدأ الذئب خطته الخبيثة التالية. وجد ملابس الجدة وارتداها بمهارة، وضع قبعتها على رأسه ولف نفسه بشالها، ثم استلقى في سرير الجدة متنكرا بمظهرها في انتظار وصول ذات الرداء الأحمر. لم يمض وقت طويل حتى دقت ذات الرداء الأحمر الباب تحمل سلة الطعام وباقة الزهور التي جمعتها. ادخلي يا عزيزتي، الباب غير مقفل، رد الذئب بصوته المتنكر محاولا تقليد صوت الجدة. عند دخولها شعرت ذات الرداء الأحمر بأن شيئا ما ليس صحيحا. الغرفة كانت شبه مظلمة والأجواء غريبة. جدتي، لماذا صوتك مختلف؟ سألت بحذر وهي تقترب من السرير. لقد أصابني البرد يا عزيزتي، تعالي أقرب حتى أراك جيدا، جاء رد الذئب بصعوبة. وبينما كانت تقترب بدأت تلاحظ الاختلافات المزعجة. جدتي، لماذا عيناك كبيرتان جدا؟ سألت ببراءة متزايدة. كلما كانت أكبر أراك أفضل بهما يا عزيزتي، رد الذئب محاولا الحفاظ على تنكره. ولماذا يديك كبيرتان جدا؟ استمر شعور القلق لذات الرداء الأحمر يتصاعد بداخلها. كلما كانت أكبر كانت أفضل لأحتضنك بهما، قال الذئب وهو يكافح للحفاظ على الوهم. أخيرا بصوت مرتجف سألت، ولماذا فمك كبير جدا؟ بهذه اللحظة انتهى صبر الذئب وظهرت نواياه الحقيقية. كلما كان كبيرا يصبح أفضل لآكلك به. ومع هذا الاعتراف المخيف قفز الذئب من السرير كاشفا عن نفسه أمام ذات الرداء الأحمر التي تراجعت بخوف. كان الذئب يعتقد أنه سيكون قادرا على التهامها كما فعل بجدتها، لكنه لم يكن يعلم أن المساعدة كانت في طريقها وأن مصيره سيتغير قريبا. في تلك اللحظة المليئة بالتوتر والخوف، حيث بدا أن كل شيء قد ضاع، ظهر صياد من خلال الغابة متجها نحو منزل الجدة بعد أن لاحظ علامات غير عادية خارج البيت. كان يعرف الجدة جيدا وكان قلقا لأنه لم يرها منذ أيام. سماعه لأصوات غريبة من داخل البيت دفعه للتحقق من الأمر. بينما كان الذئب يقترب من ذات الرداء الأحمر، كانت الفتاة تصرخ طلبا للمساعدة. صرخاتها خرقت صمت الغابة ووصلت إلى أذني الصياد الذي عجل خطواته نحو مصدر الصوت. بدون تردد كسر الصياد الباب ودخل المنزل مسلحا ببندقيته وجاهزا لمواجهة أي خطر. ابتعد عنها يا وحش، صرخ الصياد موجها بندقيته نحو الذئب الذي توقف عندها مذهولا بظهور الصياد المفاجئ. مع مواجهة الخطر الفوري حاول الذئب الفرار، لكن الصياد كان سريعا وماهرا. في لحظة حاسمة تمكن الصياد من إلقاء القبض على الذئب مانعا إياه من إيذاء ذات الرداء الأحمر أو الهروب. بعد ضمان سلامة الفتاة قرر الصياد فحص الذئب، واكتشف لدهشته أن الجدة كانت لا تزال حية داخل بطن الذئب. بحركة دقيقة وسريعة استخدم الصياد مقصا لقطع بطن الذئب محررا الجدة التي كانت مذهولة لكنها بخير على الرغم من كل شيء. بعد الحادثة وبينما كانت الجدة تستعيد قواها، جلست ذات الرداء الأحمر والجدة والصياد معا مشاركين قصصهم وتجاربهم.
الفتاة شعرت بالامتنان العميق للصياد الذي أنقذها وجدتها، وكانت سعيدة لأن جدتها كانت بخير. شكرا لك، لقد علمتني هذه التجربة درسا لن أنساه أبدا. سأكون أكثر حذرا ولن أثق بالغرباء مرة أخرى. وهكذا بعد أن تأكدوا من أن الذئب لن يعود لإزعاجهم مجددا، عادت ذات الرداء الأحمر إلى المنزل مع وعي جديد بأهمية الحذر واليقظة. وعلى الرغم من الخوف والخطر الذي واجهته، كانت ممتنة للدروس المستفادة وللصياد الشجاع الذي ظهر في الوقت المناسب لإنقاذها وجدتها.